شخص أكتر كده. من 40% من سكان العالم أكتر من 40% من سكان العالم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا رقم رهيب. يعني لو احنا بنتكلم في 10 بني أدمين، 40% من العشر بني أدمين أو 4 بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في التهنئة، في العزة، في العيد ميلاد. لدرجة أن الفيسبوك دلوقتي بقى يقولك إيه؟ رحمة بحري feeling happy sad متوترة بتاع فهو ده اللي بقى يدرايف كل حاجة. بقت في ناس كتيرة جدا، أنا ممكن أقابل نورة النهاردة وأنا ما أعرفهاش، بكرة ألاقيها قدامي في Friends You May Know أو الناس اللي أنت ممكن تقدر تشوفها. دي حاجة مرعبة جدا يا جماعة، دي حاجة مرعبة جدا. فده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها.